اخوان السلام عليكم خوتي. داك الحلقه اللي فاتت كنت هضرت على الشيرينغ، هضرت على البديل ديال الكود ديال الفي اي بي. بطبيعه الحال سولني الخوت على الهيس باسات شنو كيقبط وشنو فيه وشكون الافضل من بين الاقمار. فبلا بلا مراوغات كما كنقولوا بلا هذا، فمن احسن الاقمار يعني الطوب، انا اللي كتجيني الطوب هي الاولى هو الهوتبيرد. يعني تغاديا على الهيس باسات راه الهوتبيرد راه هو باوم، يعني فيه كل شيء بالباقات ديال النوفا، بالباقات ديال بولونيا، بالباقات الفرنسيه، بجميع الباقات اللي فيه. يعني انا كنعتبر الهوتبيرد لان فيه القنوات المغربيه وفيه بعض القنوات العربيه، فانا كنعتبره من اهم الاقمار ويعني الطب ديال الاقمار. موراه وسيرتو دابا منين طلق، يعني مازال كيطلق، يعني فيه الواحد والجوج والثلاثة والربعة، راه مازال كيتبت الأقمار ديالو، فغادي يولي الهوتبيرد طوب ديال الأقمار. يعني من بعدو نقدر نعطيكم القضية ديال لي سباسات، وسيرتو دابا منين ولا كيستعمل بالصيغة ديال الفوركي. فتقريبا دابا ولات عنده 11 قناة اللي فوركي، كان بدا بالال، يعني الال كتسمى الال اش دي ديال السبليون، الال واحد. دابا ولات تيلي سينكو، ولات بزاف هما راني كاتبهم هنا غير ما عقلش عليهم. فبزاف ديال الترددات، بزاف ديال القنوات اللي ولات فوركي، من بينها عاوتاني جول تي في، يعني فيه فابور، كاين لا بريمير، وكاين لا دوزياما، وكاين لا سيكستا، وكاين تيلي سينكو. يعني كاين فيه بزاف القنوات اللي انتقلت النظام ديال الفوركي، غير هو شي وحدين ما كيبغوش ما كيقبطوهاش. علاش؟ لان الجهاز اللي عندك ماشي ملتي ستريم، فمنين تقبط الجهاز ديالك سول عليه. فمنين تاخذو من عند البائع، فإلا لقيتي هاد جوج صيغ غادي ديال الاش 265 والاش او في سي وملتي ستريم، لان الا ما لقيتيش هاد الصيغ كما كتشوفها هنا في الفيديو، فعرف بانه ما غاديش يقبط هاد القنوات، لان هاد القنوات كتثبت بالصيغه ديال الملتي ستريم اولا، وثاني حاجه كتبت بالصيغه ديال الاش 265. يعني في نيميريكات وحده غيطلع لك التردد، غتجي الشاشه ما يطلعوش القنوات. علاش؟ لان القنوات كتبت بهذه الصيغه، والنيميريك ديالك ما عندوش هذه الصيغه هذه، او ما متبتاش فيها هذه الصيغه، فبطبيعه الحال ما غاديش يقبط لك القنوات. دونك النيميريكات من تجي تاخذو وكنتي مبلي بالهاس باسات، فالله يرضى عليك ركز لي على هذه الامور هذه، ملتي ستريم والاش 265. فانا قلبت الكاميرا ولكن راه كنضرع باينه، فالملتي ستريم واش 265. فمن بين الاجهزه اللي فيها هذه الصيغه، فكاين مثلا تكنو ستار ديربي 2 ديال الايكولانك، هذا فيه السيرفر ديال فوريفر. كاين بطبيعه الحال ميديا ستار 11 او 16 او 27 او 25. شحال من واحد كيسولني على الفرق ما بيناتهم، ما كاين حتى شي فرق. نفس المعالج، نفس الرام، نفس السيرفر، نفس الاي بي، ما كاين حتى شي فرق ما بين ال 25 و 27 وال 11 وال 16. ما كاين صفر، الفرق هو اللوانات. هذا بلون صفر، الاخر بلون زرق، واحد بلون خضر، واحد بلون اللوانات والسهم، ما هي راه نفس النيميريكات. كاين بطبيعه الحال هاد الاجهزه اللي فيها السيرفر ديال الفانكام، بحال الفيزيون فان برو جوست، حتى هو ملتي ستريم، حتى هو فيه ملتي ستريم وفيه فانكام وقابط لي سباسات. يعني كنهضروا على لي سباسات. كاين الجهاز اللي مشهور بزاف الزين 5، فشحال من واحد طلبوا لي، فحتى هو فيه الصيغه ديال الملتي ستريم. كاين تكنو ديربي تكنو ستار القديم اللي فيه 15 ديال فوريفر، دابا ولاو غير 12، هذا كانت فيه 15، حتى هو ملتي ستريم، وهذا هو الثاني ديالو. يعني راه بجوج راه بحال. كاين بطبيعه الحال الزين بلس، وكاين الزين 4 راه مازال عندي، كاين الزين 4 حتى هو والزين بلس. كاين ستار سات بجميع الموديلات ديالو، فتقريبا منين كتلقى اكستريم فعرفوا ملتي ستريم، منين تلقى شي جهاز مثلا 40-85 اكستريم عرف راه ملتي ستريم، هذا راه ملتي ستريم. نقلب عليها، هادو راه ملتي ستريم، راه ملتي ستريم، راه جربتهم، هذا ملتي ستريم، فهذا راه كيقبض داك القنوات ديال اسبانيا. كاين بطبيعه الحال 70-90، كاين 70-60 وستارسات، كاين الفيزيون اكسترا، كاين الفيزيون برو، كاين الفيزيون اكسترا 2، حتى هادو ملتي ستريم. وهاد الاقزام هادو هاد الفيم تو لايت 2 ولا الفيم تو 3 ولا الفيم تو لايت ولا هذا، راه حتى هما ملتي ستريم، واخا اقزام، واخا محقورين. كاين بطبيعه الحال هاد
هاد الشيوخ ديالهم كاين ستارسات ال 200 4K وكاين الاتومو 4K حتى هما ميلتي ستريم وبطبيعه الحال 4K يعني غتستافد من هادوك هادو غادي تستافد هادو بجوج هادو ما غاديش تستافد من داك القنوات ديال ريال مدريد ولا جول ولا تيلي دو بورتا وقيلا ولا ما عقلتش على السميه ديالها وكاين لا واحد ولا جوج ولا سيكستا وتيلي سينكو هادو غادي يتحولوا للبث ديال الفوركي فما غاديش يقبطوهم القنوات ما غاديش يقبطوهم السيرفرات الاخرين وخا ميلتي ستريم فاللي غادي يقبطوهم هو الاتومو جوج وستارسات 200 بالنسبه للناس اللي كيسولوني على القنوات الايطاليه في الهوتسبورد فغادي ترجع مساله وقت والسلام فانا عطيت غير مثال على الاجهزه اللي غادي تقبط ميلتي ستريم بالنسبه قلت نكمل على القمر ديال الهسباسات فشحال واحد ما كيعرفش الدوري اللي كينقلو في الهسباسات فكاين الدوري الانجليزي وبطبيعه الحال كاين الدوري الاسباني وكاين الدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني يعني واحد جوج ثلاثه اربعه يعني خمسه ديال الدوريات بالاضافه الى الدوري السعودي اللي كيعشق الدوري السعودي بطبيعه الحال كاين دوري الابطال ديال اوروبا وكاين دوري الابطال ديال افريقيا حتى هو راه ولا دخلوا يعني ولا من الحقوق ديال القمر ما عرفتش انا شكون القنوات البرتغاليه سبورت واحد وجوج وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه ولا ال 11 والله ما عقلت تنشوف ونقول لكم تنتيقن من الاخبار بالنسبه الفريكونسات انا غادي نعطيكم الفريكونسات وسيروا معايا وحده وحده مثلا 11 سبور فعندها ثلاثه ديال الفريكونسات كاين 12399 12399 يعني تقدروا تقيدوا بطبيعه الحال اوريزونتال و27500 كاين 12246 12246 حتى هي اوريزونتال 27500 وكاين 12208 12208 اوريزونتال 27500 هذه ال 11 سبور بطبيعه الحال سبور ديال شنو كيقولوا لها ديال القنوات البرتغاليه فكاملين اوريزونتال 27500 باش ما تدوخوش كاين 12361 كاين 12246 فيها 11 وفيها سبور كاين 12399 فيها ال 11 وفيها سبور يعني فيها 11 سبور وفيها سبور تي في وكاين 12284 غير باش تعرفوا شنو كاين هذا القمر ديال لي سباسات وغادي نخلي لكم لتحت يعني كلشي باش ما تخربقوش كما قلت لكم داك النهار فبقات القنوات الميلتي ستريم الاسبانيه تحولات من الاستيرا ما بقاتش الاس دي ولات كلها اش دي وغتنقل غير على القنوات ديال يعني غتنقل غير على الاجهزه ديال الاش دي راه الاجهزه العاديه راه ما تقبطاش انا قلت لكم شنو كاين بالنسبه للناس اللي كتسول على القمر ديال يوتيلسات دوبل في 5 فبعض القنوات كتفتح غير بالفي اي بي فداك القنوات اللي تحولات للاش دي ام اي وكتحل فكتحل غير على الكود ديال الفي اي بي فالناس اللي عندها الكود الفي اي بي وبغات تشوف القنوات الفرنسيه والقنوات الايطاليه والبين بين عربيه فيقبط التبصيل واحد ويدير جوج ريوس التبصيل هو هذا ويدير جوج ريوس بحال هذا الشكل يدير جوج ريوس هذا يديروا النايلسات وهذا يديروا اليوتيلسات دوبل في 5 ويقدر يزيد معاه الهيلاسات ويهبط خيط واحد ولا كان التبصيل شويه كبير زيد معاه الهوتسبورد يعني انا هذه هي الاقمار اللي كنصح بها على ما يتصلح المساله ديال الاسترا لان البامبين ديال الاسترا فكتصيفط شفرات يعني مزوره وكتصيفط باتشات للاجهزه اللي كتستعمل في الدومين ديال الشريك وكتحرق بطبيعه الحال الكروت فمن الاحسن انكم تلتجؤوا للهوتسبورد يوتيلسات دوبل في 5 والهسباسات والنايلسات تقدر تستعمل الكود ديال الفي اي بي وتقدر تبقى غير في الفوريفر فالفوريفر كامل ولكن اللي بغى البين بين ديال العربيه في النايلسات وبغى القنوات الفرنسيه بالصيغه ديال الاش دي ام اي فيستعمل الفي اي بي فاليوتيلسات دوبل في 5 فدابا منين تفتح بالفي اي بي فولا زوين في القنوات الفرنسيه في القنوات الايطاليه ولات بالصيغه ديال الفوركي والاش دي يعني القمر غادي وكيزيان يعني هادو هما الاقمار اللي نقدر ننصح بهم كنتي باغي يعني تشرقها فالشرق كاين الهيلاسات فانا كنعتبره من احسن الاقمار على ما تطلق القنوات ديال ترك سات اللي كاينه
42 درجة. صافي هادشي اللي كاين اخوتي. يعني الاقمار بخلاصة اللي هي اللاسات الاسترا شوية الهيسباسات اليوتيلسات دوبل في 5 النايلسات والهوتبرد. هادي هي اللي كنصح بها. غتقولوا لي علاش نسيتي اليوتيلسات دوبل في 16 من بين افضل الاقمار التغطية جد جد ضعيفة في المغرب. اما يوتيلسات دوبل في 16 لو كان كيتقبط في المغرب غتضرب على الاقمار كاملة، ما تشد حتى شي قمر اخر من غير دوبل في 16، ولكن للاسف ما كيتقبطش في المغرب. تبارك الله عليكم.